الشحنة هتوصل لمينا كمان 3 ايام واخوك يا اخويا لسه ما مضاش التوكيل وشكلها هتدق على دماغنا. امتى بس يا مختار؟ انت عمال تسجد فينا لما الشحنة قربت توصل. لعلمك بقى الشحنة دي لو وصلت والتوكيل ما مضاش مش هدخلها لمينا، وعوضكوا على الله فيها بقى. ولو البضاعة رقدت في مينا ممكن تتفتش وساعتها هنروح في 60 مصيبة، وانا بصراحة حريتي اهم من اي فلوس. ما تقلقوش، اشرف اخويا هيمضي النهاردة بكرة بالكتير. انا هتنقط من الهدوء اللي انت فيه ده، وايه اللي مخليك متأكد قوي كده؟ ده اخويا وانا عارفه ما يجيش الا بالدق على دماغه. ده اكتر واحد فيه كراسه ناشفة وعنيد. ما هو العنيد ده استاذ نديم لازم يدق جامد على دماغه عشان ينكسر ويليق. وانت يا اخويا دقيت على دماغه؟ جبت له ارتجاج من كتر الدق. طب واخرتها وبعدين؟ هو دلوقتي مفرهد ودايخ وجاهز لاي طلب اطلبه منه. طب ومستني ايه بس يا مختار؟ مستني ايه يا اخي؟ ما تجري تمضيه. تك على الصبر يا استاذ نديم. امضي يا اشرف، امضي حبيبي، بلاش عشان خاطر نفسك، عشان خاطر مراتك وابنك اللي بيموتوا من قله الفلوس. امضي، فكر فيهم شويه يا اشرف، مفيش حل تاني ينفع تنقذهم بيه غير انك تمضي. امضي يا حبيبي، امضي، ربنا يهديك، ربنا يرضى عليك، امضي. انا امضي بس عشان اخد نصيبي الحلال في ميراث ابويا المليون ونص. ايوه كده هو ده الكلام. ربنا عالم انا محتاج الفلوس دي قد ايه، انما باقي نصيبي انا مش عايزه. براحتك، دي حريه شخصيه، المهم انك تمضي. امضي يا حبيبي، اتفضل. امضي يا اشرف، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يهدي. هو ده الكلام، دي احلى امضى في بر مصر كله. الف مبروك يا اشروف. دلوقتي بقى لازم اقول لكم ان الوقت ازف والبضاعه فاضلها 3 ايام وتوصل. طب ما تتصرف. لوحدي مش هقدر اساعد يا اخويا، لازمني رجاله عشان تساعدني في الاستلام والتخزين. ما تجيب حد يساعدك يا مختار. مش لاقي. انت مش لاقي؟ ما المجرمين على قفا من يشيل. هات لي 3 بمعرفتك بس يكونوا مضمونين عشان ما يلعبوش بينا. انا برضو اللي هجيب لك يا مختار، قدر موقفي، انا ضابط بوليس. طيب ساعد يشوف لنا حد من عنده. ايه ساعد دي؟ لا ما تقولش ساعد خالص في الظروف دي، انا ماليش دعوه، انا لا اعرف بلطجيه ولا اعرف مجرمين. مين قال يا ابني ان احنا عايزين بلطجيه ولا مجرمين؟ احنا عايزين ناس نضاف ما لهمش سوابق. يعني اجيب لك 3 محاسبين من البورصه يساعدوك في تخزين المخدرات؟ طب والعمل؟ الله، ده الشحنه هتوصل كمان 3 ايام، ويلزمني على الاقل 3 رجاله عشان التشوين والتخزين. هات لك 3 عمال بالنفر وما تقولهمش على اللي فيها. صح، مش هيبقى قلبهم عليها، ولو حصل اي قلق هيسيبونا ويجروا. قلق؟ انت بتقول قلق؟ قلق ايه ده؟ قلق ايه؟ مش انت مفهمنا ان انت مظبط كل حاجه وليك رجالتك في الجمرك؟ يا سعد يا حبيبي القلق مش في الجمرك، القلق في استلام الفلوس بعد الجمرك. ليه؟ هي دي فيها مشكله يا كمان؟ مش عارف، مش مطمن كده لنديم ونعمت، حاسسهم زي ما يكون بيدبروا ملعوب ولازم ابقى فايق لهم. يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا، مش انت وعدتنا ان انت هتجيب لنا حقنا لغايه عندنا بمجرد ما نمضي لك على التوكيلات؟ ازاي يعني؟ هو انا جيمس بوند؟ لا يا مختار، هتسيب حقك يضيع. انا حقي برقبتي ولا يمكن افرط فيه، دول 20 مليون. طب يا اخي ما تجيب لنا حقنا احنا كمان معاه. يا ريت، كنت اتمنى اجيب لكم حقكم لحد عندكم، ده انتوا اخواتي ومليش حد غيركم. طب ما تنقذنا من الورطه السوداء اللي احنا فيها دي. مش اما انقذ نفسي الاول؟ يا سعد انا عايز رجاله تقف معايا وتامن لي ظهري وانا في وسط المعمعه. ودول بقى ان شاء الله نجيبهم منين؟ يا ابني حاول تفهمني، انا قدامي ناس تساعد بدل الراجل 100. امال ليه عمال تهرس فينا من الصبح؟ اجرتهم 25%، يعني هياخدوا 25 مليون من ال 100 مليون. 25 مليون؟ ده حرام. شفت بقى؟ وبرضه يا سعد يا اخويا ما اضمنش العابهم لان هم طماعين والغدر في دمهم. يا دي النيله السوداء، يا دي النيله السوداء. وايه اللي يا دي النيله السوداء؟ يا دي النيله السوداء، انتوا مزمين الحكايه كده ليه؟ ما نخلص الموضوع احنا مع بعض في السريع وكل واحد فينا ياخد حقه وننتهي. ما احنا فعلا هننتهي. لا الله ولا فالك يا اخي، ده احنا هنبتدي ان شاء الله وزي ما وعدتكم.
لو حصل اي حاجه انا المسؤول بالتوكيلات اللي انتوا عاملينها لي. انا اللي هشيل الليله عنكم، انتوا ما عليكوش اي مسؤوليه. بس ساعدوني وقفوا جنبي، ما تسيبونيش لوحدي، خلونا نرجع حق ابونا بدل ما يضيع. ها قلتوا ايه؟ ايه المطلوب مننا بالظبط؟ اهو ده الكلام، هم دول اخواتي عن حق. دي تحوش العمر، اصل انا النهارده اروح اشبك العروسه. وتحوشه عمرك تعمل كل الفلوس دي؟ غير يا استاذ خليفه، انت مالك ومالي يا اخي؟ يا ابني مش عليا، انا عارف ان ذمتك بايظه واكيد قلبتهم من هنا ولا من هنا، وده خلوك تفليته. يا ساتر عليك راجل، لما تقفشني متلبس يبقى تعالى بلغ عني. ماشي ماشي حموق، ماشي كذا مره احذرك ولا فيش فايده. مختار باشا حموقه، مختار باشا. ازيك يا حموقه؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ كل حاجه جاهزه يا باشا على التخليص، وكل شقه لسه زي ما اتفقنا. هو ده البضاعه بقى فين؟ على الرصيف يا باشا من بدري. خلاص كده؟ لسه يا باشا. الاستاذ تومي بس هيجي يبص بص كده على السريع يعني. بص بص يبص بص على ايه؟ ما تقلقش يا باشا، ده حاجه روتيني كده يعني عشان نبدا الافراج، وبعد كده هنشال ونمشي على طول. طب يلا يا حموقه يلا عايزين نخلص. ماشي يا باشا. الشحنه دي فيها ايه؟ وانت مالك يا استاذ خليفه؟ ده شحنه الاستاذ توام هو اللي هيفتشها. توام راح يصلي وانا اللي هفتش بداله، ولا عندكم مانع يا اساتذه؟ عندنا ابدا ابدا. طبعا لا، اتفضل فتش سعادتك. ما حدش هيمد ايده على الشحنه دي غير استاذ توام، فاهم ولا مش فاهم؟ انت مالك انت؟ انت حته مش عيلات اللي راح ولا جه، وانا الاستاذ توام مفتشين زي بعض وهنتفاهم في الحاجات دي سوا. تعالى بص اصل ايه اللي في الصفيحه ده؟ يا استاذ خليفه يا استاذ خليفه، ممكن اقول لك على اللي فيها من غير ما تبص؟ ده شغل يا استاذ. شحنه ايه دي؟ شحنه ايه دي؟ شحنه كلها، بس ما لهاش تاريخ الصلاحيه. تاريخ الصلاحيه في ورق الشحن. ما ينفعش يا استاذ، التاريخ لازم يكون على الصفايح. طب ما نمشيها كده وعنايه ليك. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ الشحنه دي لازم تتحلل قبل ما تدخل البلد، تكون من تاريخ الصلاحيه. افتح لي صفيحه على ما اجيب المصفى. تعالى بس. مصفى ايه؟ هو ايه اللي هيكون يعني في الصفايح غير الكله؟ مش شغلك يا استاذ. طب هديك 10000 جنيه. بتوع ايه؟ مش بتوع حاجه لا سمح الله، عشان بس تحت على سفر فامضي وخلصنا من غير ما نكشف ونحل ونتاكد ده ايه بالظبط. مش مهم، هو يعني هيكون فيه في الصفايح غير الكله؟ دول 10000 جنيه. انت فاكرني يا استاذ انا راجل بخاف ربنا؟ والشحنه دي هتتفتش يعني هتفتش، وانا هفتشها بنفسك. يا ابراهيم انت بس يا محترم، اهدى اهدى يا ابراهيم. استاذ خليفه روق. يا ابراهيم استاذ خليفه روق. ابراهيم احنا مش بنتخانق، اهدى. هنخليهم 20000 جنيه. ها خلص 25000. قلت ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي يا مختار؟ الراجل مات؟ ايه اللي حصل ده؟ هنعمل ايه يا مختار باشا؟ ازاي عملت كده؟ هنعمل ايه؟ اقفل الباب، ايدك معايا، ايدك سيبه زي ما هو لحد ما نخرج من المينا. يلا اقفل يا اشرف. يلا مش هوصيه. انت شفت ولا سمعت حاجه حصلت؟ عيب يا باشا، ده كلام برضو. تهامي جاي هناك عشان نخلص. طب يلا خلينا نخلص بقى. ماشي يا باشا. انا مش مصدق ان انا عملت كده. بس يا اشرف، بس لحسن حد يسمعنا وياخد باله. ياخد باله؟ هو ده كل اللي همك ان حد ياخد باله؟ احنا دارين على الجريمه، احنا اشتركنا فيها زينا زي اللي قتل بالظبط. بقول لك ايه؟ بقول لك يا اشرف ما تبوظليش اعصابي اكتر ما هي بايظه. اعصابك بايظه؟ انا ما عنديش اعصاب خالص. طب اسكت اسكت يا اشرف، ابوس ايدك. عشان توري كله تمام يا مختار باشا، البضاعة اتحملت على العربية وكله على الاسطى. يلا ببركتهم، شاي الرجالة، يلا. يلا يلا على العربية، يلا. حموقة، طول ما أنا في السليم، أنت في السليم. أيام يا مختار باشا، معقول أودي نفس الحبل المشنقة بإيديا؟ اطمن يا باشا سرك في بيه، توصل بالسلامة إن شاء الله، ولا إله إلا الله. محمد رسول الله.
ايه ده؟ ايه ده يا معلم؟ تبنى لك يا دي المصيبة. نسبة التغاوض. بطل العربية. رقد لو سمحت. دي رخصة ملاك. زي بتسوق بيها تريلا يا جدع انت. على مؤاخذة يا باشا. غلطة مش هتتكرر. الشحنة دي فيها ايه؟ دي كلها يا باشا، كلها لزوم الدباغة. بطيقكم لو سمحت. ها؟ بطيقكم لو سمحت. ليه بس يا باشا؟ هو في ايه؟ تفتيش. انزل يا اخويا انت وهو. اقتله. دي طبلت يا معلم. اسكت خالص. ما تعمل حاجة يا اشرف، انت مش ظابط. دي المصيبة. انزل بس انزل. انزل. تعالي الصندوق ده. ليه ليه بس يعني يا باشا؟ ما احنا لسه متفتشين جوه في المينا وكله تمام. دي اوامر وتعليمات. افتح الباب ده حالا، خليني افتش. حاضر. بس افتح بينه ضاع. عايز من شافك يا ابو اشرف. فينك يا راجل؟ دخونك برضو ايام الكليه. منتصر وحشني والله العظيم، وحشني. هو يا راجل اللي يروح السجون ما يسالش على حبايبه في مرور؟ مشاغل بقى منتصر، وانت عارف. ايه يا عم، وانا نايم في حضنك ولا انت مش مبسوط انك شفتني؟ لا لا ابدا. منتصر ازاي؟ بس اصلي تعبان شويه، وبعدين وانا جاي في السكه عربيتي عطلت، فخليت الجماعه ياخدوني معاهم في سكتهم. الله، هم الجماعه دول مش اخواتك؟ اخواتي. بس انت عرفت ازاي؟ ده انت مش مركز معايا خالص من بطايق. ايوه. اعذرنا يا منتصر، كان يوم صعب قوي النهارده، وبعدين حاسس اني تعبان، داخل عليا دور برد. الف الف سلام عليك يا صاحبي. هات المبتاع عشان نفتش. خلاص يا شعبان، دول تبعنا، عديهم. ده الغالي واخواته. اهلا يا بهوان. اهلا بيك. انما خير يا باشا؟ ليه الدوشه دي كلها؟ ابدا، عندنا اخباريه عن دخول شحنه مخدرات، واقفين عشان نظبطها. يا اخي انا مش فاهم ازاي الناس بيجي لها قلب التاجر في الحاجات دي. دي قله ادب والله يا باشا. الله يكون في عونكم. متشكر يا منتصر، اشوفك على خير ان شاء الله. بقولك يا اشرف باشا، تحب ابعت لك بوكس يشد لك العربيه؟ لا لا مفيش داعي، انا كلمت التوكيل يجي ياخدها. ماشي يا صاحبي، بس هو بكلمني. اكلمك. اشوف وشك بخير. في امان الله يا منتصر. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. سلام يا باشا. وده الكلام. شفت بقى، ظبطيتك هي اللي ظبطتنا. ربنا يستر. ده انت كئيب قوي. يلا. بينا على فين؟ شيلوا معايا الجثه اللي ورا عشان ندفن. جثه ايه اللي حاشلها؟ انا عمري في حياتي ما لمست جثه. طب يا سعد، ما اقدرش اشيلها لوحدي، لازم حد يساعدني عشان نحفر وندفن. انا ماليش دعوه. مش انت اللي قتلته؟ وانا يعني كنت قاصد؟ معلقيلك، انا كتمت بوق الراجل عشان ما يصوتش يلم علينا الدنيا، ولولا كده كنا رحنا في حديد. انا برضو ماليش دعوه. وانت يا سياده الرائد؟ ابعد عني يا مختار، ابعد عني. الله يلعنك. يعني بتتخلوا عني بعد كل اللي عملته عشانكم؟ انت عملت كده عشان نفسك مش عشان حد تاني. بس يا جماعه، بس بقى ابوس ايديكم. ما هو كمان مش معقوله نتخانق واحنا معانا جثه. قول له يا سعد. اقول له ايه بس يا مختار؟ عموما انا هنزل معاك اساعدك وربنا يقدرني. كلنا زي ما ابتدينا الحكايه مع بعض هنخلصها مع بعض. انا لا يمكن اشترك في جريمه زي دي. انت اشتركت يا حبيبي وخلاص، ولا سكوتك ده ليه معنى تاني؟ ومين قال لك بقى ان انا هسكت؟ ما انت لو كان في نيتك تتكلم كنت بلغت عنا صاحبك الظابط. انما طلعت جدع ودريت علينا عشان احنا اخواتك ولحمك ودمك. انت بتتكلم عن الدم؟ انت عندك دم اصلا؟ المهم ان عندي عقل، والعقل بيقول طالما تمينا نص المهمه يبقى نكملها لاخرها.
ونبقى خلصنا وانتهينا. يلا يلا. We'll be right back.